نبات ما ترجع ما كاش من غير شوا والكباب العائله من ماما. بصح كاين واحد المشكله مهمه، حنا نفرحوا بصح الحومه للاسف تزعفوا، هذا بسبب الاوساخ كما البطانه وبقايا الاضحيه، الشوارع تولي كارثه، مع انه هذا الشيء نقدروا نتفاداوه اذا قمنا بامور صغيره، وهي نجمع الاوساخ في اكياس القمامه ونرموهم في حاويات القمامه. شفتوا شحال سهله؟ لان العيد يجي في وقت حار عاده تبدا عمليه التحلل بالخوف وتتكاثر بكتيريا بسرعه والتي تتسبب في امراض خطيره والروائح اللي تجيب الحشرات بكل انواعها. البطانه ما نرموهاش ونحاولوا ما نخسروهاش، نديروا لها الملح ونحطوها للناس اللي يلموها، لانه كاين بزاف اللي يستفادوا منها في صنع الاحذيه والامور الجلديه. على هذا ما كانش علاش ترميوها وتضروا بها الحومه. حاجه اخرى الشباب خاوتي، حاولوا نتعاونوا في تنظيف الاحياء تاعنا، لانه الاوساخ تاع نهار العيد غير عاديه، على هذا لازم نتعاونوا باش يكون عيدنا عيد مبارك ونظيف وسعيد. وصحة عيدكم.